بنرحب بالمهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاول التشييد والبناء في حوار لأخبار اليوم. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك زي فندم زي سؤال. الحمد لله أخبار عطيك الحمد لله. كنا حابين نعرف من حضرتك بداية شكل السوق العقاري دلوقتي في الوضع الحالي وتراجع الأسعار بتاعت مواد البناء، إيه الشكل بالضبط دلوقتي والأسعار وضعها إيه؟ أنا عموما شايف أن المواد المصري مظلوم جدا، لأن الخامات على مستوى العالم في كل المجالات رخصت، حديد رخص، أسمنت رخص، مواد بلاستيكية كلها اللي هي مرتبطة بالبترول رخصت، في أزمة في الأسواق العالمية في الصين وفي أمريكا وفي أوروبا، ومن المفروض أن دي تنعكس على السوق المصري أن الأسعار تنزل. أنا شايف أن ما زال حتى اللحظة الأسعار مبالغ فيها، المواطن المصري ما استفادش أي حاجة من كان زمان كل المصنعين يطلع يقول لك أصل السوق العالمي وأصل السوق العالمي وإحنا بعيد عن السوق العالمي. لا، أنت دلوقتي حضرتك في الحديد السعر العالمي للحديد 300 دولار يعني 2400-2500 جنيه، أنت بتبيع بأربعة 600. في كل الخامات نفس القصة، من المفروض أن السوق العقاري يحصل هبوط في الأسعار لأن الخامات لازم تنزل. بس اللي أنا شايفه أن الخامات حتى تاريخه ما نزلتش في أي سوق، ولكن يعني إن شاء الله أملين أن يعني يمكن في مشاكل في التصنيع إحنا مش فاهمينها مش واخدين بالنا منها، ولكن مهما كان إحنا كده سوق غير منافس بالمرة. هل بترجع انخفاض اسعار مواد البناء لانخفاض اسعار المواد البتروليه برميل البترول بقى 29 دولار دلوقتي، ولا لاسباب اخرى في على مستوى العالم مش في مصر؟ لا، كلام حضرتك مظبوط، لان اصلا صناعه الحديد كلها قايمه على الغاز، يعني على الغاز والصهر والقصه، وصناعه الاسمنت قايمه على برضو الطاقه، يعني دي صناعات كلها مرتبطه بالطاقه، فالطاقه رخصت، فمن المفروض ان ده ينعكس على سعر المنتج. فاسعار المنتجات بره دي شبه فيها انهيار، رصاص، نحاس، كل الخامات، ولكن المواطن المصري حتى تاريخه لم يستفد بهذه موجة الأسعار اللي نزلت دي بقى لنا سنة اهي. ما لا، يعني المواطن المصري محروم منها يعني. طب الحل ايه يا فندم؟ الحل ضبط السوق جوه مصر، لأن مصر جوه لازم السوق يتظبط، لازم المصنع المصري يبقى على المستوى العالمي، لان كده لازم المواصفه توحد. لازم انا ما اقفلش السوق، انا قافل السوق دلوقتي على شويه مصنعين ومنتجين خوفا من مشكله العمله الصعبه، ولكن انا خايف ان هم يرجع المصنع المصري يتوحش تاني داخل السوق المصري، ونرجع بقى نخلق تاني جيل غير قادر على التصدير وغير قادر على المنافسه وغير قادر، ونفضل نحمي في الصناعه الوطنيه زي ما حمينا الغاز بقى لنا 30 سنه وما زلنا لا صدرنا ولا عملنا اي حاجه. فمن المفروض حضرتك ان احنا كفايه كده بقى، كفايه كده نتفطم شويه. طب حضرتك بالنسبه للقطاع العقارات الوحدات السكنيه، هل في ثبات في اسعارها او توقعات بتراجع الفتره اللي جايه او ارتفاع او ايه بالظبط؟ والله الطبيعي والمؤشرات الاقتصاديه بتقوله ان السوق المتوسط ده سوق هيفضل شغال، ده سوق عليه طلب وعليه احتياج، وده الناس كلها محتاجاه، ده اللي فيه عجز كبير. انما السوق اللي هو فيه رفاهيه شويه والمنتجات العاليه شويه دي، اعتقد ان هي لازم تواجه ازمه، يعني الفلل وما اشبهها و7 مليون وال10 وال20 والارقام دي اللي ممكن تواجه الازمه، وعما قريب يعني مش كتير. انما السوق المتوسط يعني الشقه ب 400,000، اما تزيد هتبقى ب 420، هتبقى ب 430، هتنزل هتبقى ب 380، يعني المعدلات بتاعتها متوازنه لان المكاسب فيها بتبقى مكاسب محدوده. انما حضرتك السوق اللي كله رفاهيه ده اعتقد ان هو اللي واجه ازمه الفتره الجايه. طب حضرتك نقدر نقول ان في ثبات في اسعار اللوحات العقاريه الفتره اللي جايه؟ الطبيعي انها تنزل، مش انها يبقى فيه ثبات كمان، يعني الطبيعي التراجع بتراجع طبعا، الطبيعي ان الاسعار تتراجع، يعني ده الطبيعي لو احنا مربوطين بالاقتصاد العالمي وعندنا آلية وعندنا سوق، الطبيعي ان اللي يحصل تراجع، لان حضرتك الاقتصاد العالمي كله متراجع، يعني اشمعنى كل الخامات اللي بنستخدمها متراجع، بس جوه مصر ما زالت لم تتراجع. طيب تملي بالنسبه العشوائيه في بناء اللوحات العقاريه بالذات في المناطق الشعبيه بتاثر على الخدمات بتاعتك اللي بتقدمها لك زي الكهرباء والطاقه والصرف الصحي والحاجات دي، هل بتواجه مشاكل معها في المدن الجديده برضو؟ لا اعتقد ان المدن الجديده ما زالت خارج هذه المنظومه، باستثناء ان الوحدات بتتحول للدور الارضي بدل البدروم الى وحدات سكنيه، ودي الاسكان اعتقد ان هو ابتدى يقننها وابتدى ياخد فلوس، ما اعرفش مدى صحه الكلام ده، ولكن لازم نحافظ على الشكل المعماري للمدن الجديده دي. حرام ان احنا بعد المصاريف دي كلها، وحرام بقى ان احنا مصر ما يبقاش فيها مكان كويس يعني، والعشوائيات دي لازم تنتهي بقى يعني خلاص، يعني المفروض حتى ان احنا نتوقف عن بناء عشوائيات في الفتره الجايه، يعني حتى العشوائيات تنتهي بقى، حتى يعني حتى اللي فات يعني
انما ما زالت حتى تاريخه العشوائيات شغاله. طب ازاي نظم سوق العقارات بالنسبه للعشوائيات في المدن، الجرى على الاراضي الزراعيه وبناء وحدات سكنه دلوقتي اصبح سمه غالبه على الشعب المصري، ازاي نقنن الوضع العشوائيات دي؟ والله يا باشا بص حضرتك، هو في دور على الدوله وفي دور على المواطن. الارياف والناس المواطنين اخواتنا اللي عايشين في الصعيد واللي عايشين في بحري، في امتداد للقريه. انت اصلا كدوله ما بتعملوش الامتداد، هو عنده ابنه عايز يجوزه وعنده تطلعاته، انت بتعملوش الامتداد، هو هيخالف وهيعمل وهيبني على الارض الزراعيه قدام بيته. فلازم الدوله تقوم بدورها في توفير هذه الامتدادات بحيث ان انا لما اجي احاسب المواطن احاسبه الحساب المظبوط. انما حضرتك لازم يعني تتضافر كل الجهود في ان احنا يعني لازم نقف على اعتاب القرن القادم، ولازم ندخل نتقدم، ولازم بقى خلاص مصر كفايه قوي كده. طيب حضرتك دخلنا في الشق السياسي، حضرتك بنظم قطاع العقارات في مصر مجموعه من القوانين المختلفه. حاليا في برلمان جديد موجود في مصر هيناقش اغلب القوانين او كل القوانين اللي طرحت الفتره اللي فاتت، من ضمنها كل مناقصات ومميزات والقوانين المتعلقه بقطاع العقارات بشكل عام. يعني كنا حابين نعرف ايه اهم القوانين اللي مطالب المجلس او بتطلب المجلس او البرلمان الموجود بالنظر فيها اولا والتعديل فيها او اقرار قانون جديد، ايه بالظبط؟ قانون المناقصات والمزايدات ده قانون طبعا صدر سنه 98، وبعد ما صدر بست اشهر ايام حسني مبارك تم التعديل عليه، وبطرس عادي عدل فيه مرتين، وعدل الرئيس عدلي منصور عدل فيه مره، وبعدين جه بعد كده في عصر الرئيس السيسي ابراهيم محلب عمل عليه تعديل وتم تعديله مره اخيره. اذا انت شايف كميه التعديلات اللي اتعملت على القانون بتقول انه قانون معيب. يعني خلاص تم تسيبك منه بقى خلاص واعمل قانون جديد يتوائم مع روح العصر ويتوائم مع مصر. يعني لازم انا ما انقلش قوانين، انا لازم اعمل القانون قانون مصري خالص يسد كل منافذ الفساد، ولازم ينتهي منه موضوع الاسناد المباشر، ده لازم يتم الانتهاء منه، الجلسات المحدوده الا اذا كانت لظروف قهريه. وكلمه ظروف قهريه دي بتدخلنا بقى في ايه؟ في شريحه باب في مصر لازم نقفلها شويه على ما ناخد بس اول الطريق وبعد كده نبقى نفتحها ان شاء الله. انما حضرتك السوق العقاري في مصر لازم يتنظم، الناس اللي بتبني وبتاخد اراضي من الدوله وبتبيع برضه ليس عليها يعني عندها مشاكل كثيره مع المواطنين. انا ما حمدش المواطن منه، ما حمدش، انا باخد حق الدوله بس يدفع قسط للدوله، ده الموضوع. انما هو دفع للمواطن سلمه الوحده في ميعادها اتاخر ما اتاخرش، دي غير منظمه. يعني الاستثمار العقاري محتاج نظره كبيره برضو وعمل قوانين لقوله انه اصلا حتى هذه اللحظه المصيبه ان مصر حتى هذه اللحظه ما بتعترفش بالاستثمار العقاري، ما فيش وحده حتى ما فيش اتحاد بيضمهم. يعني المفروض ان انا انظمهم، اجيب كل المطورين العقاريين يجتمعوا ونحط اليه لهم، لان انا حضرتك المواطن المصري حضرتك هنرجع تاني لايام زمان، ده انا دفعت شقه وما اتعملتش وحصل مشاكل والكلام ده. لازم حضرتك يبقى في اليه لضبط السوق وحفظ حق الشركات وحفظ حق المواطن الاثنين، حد ينظم العلاقه، وده دور الدوله. يعني ده ما ينفعش يبقى دور افراد، ده دور الدوله ان هي تنظم العلاقه بين الافراد بتوعها. طيب حضرتك من ضمن القوانين انا اعتقد ان كنتوا تملي بتشكو من موضوع الضرائب بالنسبه لقطاع المقاولات بشكل عام، ايه المطلوب تعديل في قانون الضرائب؟ قانون الضرايب الدكتور بطرس غالي كان نزل فقره انه المقاول هيمسك دفاتر مستنديه هيتحاسب عليها، ده احنا ما عندناش مانع خالص وبيطالبني فواتير. طب المجتمع الضريبي في مصر غير منظم اصلا، يعني حضرتك اللي شغال بتاع الزلط والرمل ما عندوش فواتير، تجار الاسمنت اللي هو الموزعين ما عندوش فواتير، العماله ما بيتعملش فواتير. طب انا حضرتك انا مش مصلح اجتماعي هنظم لك السوق العقاري للسوق وهجيب لك فواتير من الناس دي كلها؟ انا مهمتي ان انا اقدم لك حضرتك باي طرق الاثبات ان الاستاذ فلان خد مني شيك بكذا، ان فلان عمل لي عمل الكهرباء كذا، وانت حر انت وهو، انت كدوله انت تحاسب هو، عشان توسع قاعده المجتمع الضريبي. انا عندي مقاول مسجل، المقاول المسجل ده انا بكتفي بان اخد منه الضريبه، ماشي انا موافق. طب ما انا اصلا لو انا حسبت كل مقاولين الباطن اللي مع المقاول ده انا عملت داتا للدوله وعرفت حتى انا عندي مقاولين باطن قد ايه وعرفت العماله بتاعتهم قد ايه مع سعادتك وحسبته ضريبيا. انما 90% من الناس اللي تحت دي ما بتحسبش ضريبيا وغير مثبته اصلا، وهتلاقي مثلا عندك اللي واخد بند المعاره مثلا بمليون ونص في مشروع كبير مثلا موظف في الوحده الصحيه ما اعرفش فين وما بيكتبش عقود. طب ده سوق غير منظم، انا اعمل ايه؟ ما انا برضه الراجل المقاول عايز اخلص شغلي. فكره الكيانات الكبيره وعمل شركات منظمه زي على غرار الشركات الاجنبيه اعتقد ان ده في مصر لسه احنا ما وصلتناهوش
وده من المفروض مصر تبص له في الفتره الجايه، تطوير شركات المقاولات، لان تطوير شركات المقاولات هي دي القاطره اللي ممكن تجر التنميه، وهي دي المهنه اللي ممكن تصدر عماله، وهي دي اللي ممكن تودي اولادنا بره، وهي دي هي دي الامل، هي دي المستقبل. انت عندك دلوقتي عاطل كميه عاطلين كتير، ملايين، عندك حوالي بتقدر بحوالي 6 مليون شاب. 6 مليون شاب، انت لو قدرت تعدي المسار مليون شاب مع شركه من الشركات دي، اعتقد ان الموضوع يختلف معانا كتير جدا جدا جدا. حاجه اتكلمنا عن المشروعات الجديده اللي بتعمل في مصر من طرق، مليون وحده سكنيه، العاصمه الاداريه، هل انتوا شاعرين بيها كمقاولين عامه رواج في سوق العقارات والمقاولين بشكل عام، ولا لسه ما لمستوهاش؟ طبعا السؤال يعني ذكي من حضرتك، فعلا اللي عملت رواج كويس جدا، بس عايزين نقول برضو كلام ان هذه المشاريع كلها بتدور في فلك لا يتعدى 1000 شركه. يعني في فلك الشركات اللي بتدور في هذه المشاريع، الشركات الكبرى، الطرق دي شركات كبيرة، يعني أحجام كبيرة. الموسوعة العاصمة الاقتصادية، يعني لك أن تتخيل أن عندك العاصمة الإدارية اللي عم نتكلم عليها، هم 3 شركات اللي مرشحين يشتغلوا مع الشركة الصينية، بتروجيت والمقاولين العرب وصبور، هم دول 3 شركات اللي اشتغلوا مع الجانب الصيني. طب بقية الشركات المقاول الصغير فين؟ ما أنا لازم أطلع جيل من المقاولين. كان زمان المهندس هو متخرج، الصندوق الاجتماعي بياخده وبيعمل له قرض وبيشغله وبيجيب له مشروع وبيدي له سعر عشان يطلع جيل. احنا عايزين اجيال كتير من المقاولين، المهنه محتاجه، عندنا مستوى العماله في انحدار. طب حضرتك اتكلمنا عن الشركه الصينيه اللي دلوقتي دخلت في العاصمه الاداريه، ايه تقييمك ليها؟ وشايف هتنجز ولا كان ممكن نستغنى عنها ونجيب شركات مصريه؟ وعندهم 3 مصريين بيتعاونوا مع الشركه الصينيه، ليه جبنا شركه صينيه طالما احنا عندنا كفاءات؟ يعني انتوا بتقولوا تملي، احنا في مش عارف 6000 شركه تبع الاتحاد مسجله او 25 20000 شركه. طيب هل ال 20000 شركه مش قادرين يعملوا عاصمه اداريه فهتجيبوا شركه من بره، ولا عشان التمويل؟ هو حضرتك المشكله اصلا ان الشركه الصينيه تعهدت بان هي هتدفع 40 مليار دولار اربعه كل سنه، يعني 40 مليار دولار. ولازم نفهم الناس اللي بتسمعنا ان اللي بيتعهد بدفع الفلوس دي شركه صينيه وليست الحكومه الصينيه، وحضور الرئيس الصيني لتوقيع العقد يوم 20 القادم ان شاء الله ده مش دليل على ان الحكومة الصينية دي شركة تتعثر تدفع ما تدفعش. ده موضوع انت بتتعاقد كدولة مع شركة. موضوع ان ناس رجعت القوانين والكلام ده ورجعت الآلية دي، انا اعتقد ان ده 40 مليار التعاقد هيبقى رقم كبير جدا. اعتقد ان الرقم ده محتاج مراجعة كبيرة، اقل حاجة انه يعرض على مجلس الشعب، لان ده المشروع ده بيحمل في جوانبه خطورة كبيرة. لو احنا مضينا على 40 مليار دولار والشركة الصينية مصممة انها طبعا حقها تثبت الفلوس دي بالعملة الصعبة، اعتقد ان مصر هتواجه مشكلة في الدفع، وهتبقى المباني دي كلفة تكلفة كبيرة جدا مصر ما تقدرش تحملها في المستقبل. طب طريقة السداد؟ لا، طريقة السداد بقى دي الجانب الصيني هتحدد ما بين اللجنة والجانب الصيني. دي احنا هو حضرتك ما تم في الغرف المخلقة، ما فيش حوار مجتمعي، ده الكلام ده احنا جايبينه يعني حضرتك بمعارفنا. انما حضرتك الطبيعي ان رقم زي 40 مليار وشركة وبتتعاقد معاه ان يبقى في حوار مجتمعي، في ناس بتفهم في مصر كتير كانت لازم تلوي بدلوها ولازم تقول رأيها في الموضوع ولازم يتعرض مجلس الشعب. ده لو 4 مليار دولار مش 40 لازم يتعرض. يعني انا عايز افهم برضو حاجه وافهمها للساده المشاهدين فيما يتعلق بال 40 مليار دولار، هل ده بمثابه قرض من الشركه الصينيه ولا ايه بالظبط؟ قرض، مثابه قرض، طريقه سداده بقى وتعهد الحكومه المصريه والضمانات اللي الشركه الصينيه تاخدها وطريقه تشغيل الشركات المصريه من الباطن وطريقه اداره المشروع والعماله، دي خطوات كلها احنا ما دخلناش في تفاصيلها لسه، لان دي هتبقى خطوات كبيره. انما لسه يعني اعتقد ان احنا القرار السياسي مش عايزينه يسبق القرار الاقتصادي، ونتسرع عشان نعلن للجماهير، وان احنا نقع في اخطاء ما نقدرش نتحملها بعد كده.